قبل أيام قرينا خبر صادر عن فريق الجهد الحكومي لتنفيذ البرنامج الحكومي به اعتذار للمواطنين من تسليم المشاريع بوقتها المقرر بنهاية آب الماضي، وخصوصا بمداخل العاصمة بغداد، وموضوع فك الاختناقات، والسبب حسب البيان أنه المشروع اصطدم بعوائق تنفيذية مختلفة. والحقيقة فك الاختناقات طموح واعد وجيد، لكن الناس لمسوا أنه وتيرة العمل به تناقص بالسرعة، خصوصا شرق العاصمة، وخصوصا بطريق محوري استراتيجي مهم بل وأساسي جدا، وهو طريق الشمال للعراق كله. بالبداية قبل أشهر كنت تحس أنه كل معدات العراق تعمل لإنشائه، لكن من شهر تقريبا بديت تحس أن المشروع شبه متوقف، إلا من وجود شفل هنا أو هناك وكم سيارة بدلزميج. ورغم إكمال مراحل متقدمة من المشروع، إلا أن وتيرة الاختناقات بهذا الشارع زادت وما نقصت. نزار السلطان رئيس لجنة التخطيط بمجلس بغداد السابق يقول أنه مشكلة طريق الشمال مو مشكلة تخصيصات، إنما أزمة أولويات وعدم مراعاة الأولويات. يعني صرفوا مئات المليارات على الشارع وتم إنشاء مجسرين كبيرين في غير مكانهما، واحد أمام معسكر مهجور والثاني أمام مستشفى حماد شهاب، بينما مشكلة الازدحام بهذا الطريق محصورة بنقطتين: تقاطع السدة بين الثعالبة وتقاطع عدن. لكن أصل المشكلة لم تعالج أو لم تعالج، وعليه راح تبقى المشكلة متنامية. وحتى لو صرفنا كل أموال العراق على هذا المشروع، مشكلة أولويات. أي أولويات؟ عايف تقاطع الثعالبة الأساس بالازدحام ورايح لي على معسكر تشولة ما بي ولا نفر ولا بشر، حاط قدامه مجسر مركزي، وهنا نراجع الأولويات ونحط عليها كفاءة الإحالات. وبهذا الصدد يؤلمنا أن نسمع توقف مشروع بناء المدارس الواعدة بسبب خلل في إحالات من شركة الفاو العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، وبدل ما نستلم المدارس الجديدة وإحنا على أبواب بداية العام الدراسي الجديد، مجلس الوزراء مشغول بإلغاء تكليف وزارة الإعمار والإسكان وتحويل المشروع إلى وزارة التربية. شنو ما كنتوا تعرفون بهذا من أول؟ لو حساباتكم كانت كلها غلط. والحال مشابه نوعا ما بموضوع بناء المدن الطبية، وتوها بدت القرارات المتعلقة بالإحالات، في حين المفروض كان جانب كبير من مشاريع المستشفيات الجديدة ديتم تنفيذه. أكو تلكؤ؟ نعم أكيد، بدليل أنه رئيس الوزراء قام ويقوم بإقالة مسؤولين فشلوا بالمهام الموكلة لهم، ووكلاء وزارات ومدراء عامين. بس هذا ما يبرر تأخير بواقع يبحث عن نتائج ولا يعترف بالذرائع. بس الإنصاف، والإنصاف يقول مثل ما أكو تلكؤ بمفاصل أكو نبضات واعدة على طريق الجهد الحكومي، مثلا تلقاها بالمدارس، بس إنتاج الرحلات الجديدة جيد، عشرات بل مئات آلاف تنتج وأنتجت من الرحلات المدرسية. ومثل ما أكو مشاريع سكنية مترفة ما لها علاقة بحل أزمة السكن لكنها تكلف الدولة، أكو بنفس الوقت مشاريع ذات قيمة وقيمة مهمة جدا، مثل مشاريع المدينة السكنية الجديدة في مدينة الصدر وغيرها. ومثل ما أكو تلكؤ ببعض مشاريع الخدمات، لكن لنقل الحق أكو أكثر من 50 موقع عشوائي سكني ببغداد وحدها يرى النور لأول مرة، والخدمات تبليط ومجاري وماء وكهرباء نظامية دخلتها لأول مرة. لكن العبرة بالخواتيم، وصح الجهد الخدمي يواجه كثير من الأزمات سياسية وإدارية ومالية، بس الشعب ما زال عينه على حكومته ويريد نتيجة، لأن ما فاتنا كثير من الوقت والجهد والمال. تأخرنا؟ إي والله العظيم تأخرنا.